الحمد لله يوم كويس، استفدنا منه خبرة جدا عالية. أتوقع أن السيارة مختلفة كثير عن سيارتي اللي سقتها، تقنية جدا مختلفة هذه السيارة وفئة جدا مختلفة. استفدنا كثير، لسه هذا تمرين واحد، بقي عندنا 6 تمارين إن شاء الله، بعدها بعد شهرين في البرتغال إن شاء الله، وإن شاء الله نطلع نهاية الموسم هذا بخبرة. الهدف منا نستفيد خبرة من دخولنا على هذه السيارة، والله يوفقنا إن شاء الله.